أهلا بكم سيداتي وسادتي في الحلقة الثانية بعد العطلة الصيفية، ولا نخصوها كالبارحة، واللي استحسنها بزاف ديال الناس، حسنا بزاف الناس تطلب بنا مواضيع. كل موضوع نديرو بين 3 أو 5 دقائق. نبداو بحال اللي عندكم هاد المواضيع في يعني في سميتو. نبداو بقراءة في ترتيب المغرب خلال الألعاب الإفريقية اللي تتشرف بلادنا من 19 و 31 غشت. بعدها نشوفوا حضور المنتخب المحلي ضد الجزائر. ندوزوا لتوقيع كركاش في تزبكان، بعد كان قريبا أكثر من شهر من الوداد. لماذا إسماعيل حداد لن يكون حاضرا في السودان؟ الهدهودي اللي تطالب به بزاف الجماهير الرجوية، هل هي واقع إجباري للرجع حالا؟ ونكملوا الحلقة اليوم باقتراب توقيع النجم البرازيلي نيمار في كشوفة فريق اف سي برشلونة. اليوم وقع واحد الاجتماع كبير في باريس، ما خرجوش بنتيجة، ولكن يعني الوفد ديال البارسا استحسن الاجتماع ولات عنده حظوظ اكثر اللي باش يعني نيمار يوقع في كشوفات البارسا. أول موضوع هو ترتيب المغرب كبلد في الألعاب الإفريقية للرياضة. تنرحب بالسي بدر الغماري. أهلا أسامة، أهلا المشاهدين الكرام. بزاف ديال الناس في المواقع الاجتماعية وفي الصفحات وفي الصحف تيقول لك المغرب النتيجة ديال الصف الثالث بعد مصر وإفريقيا الجنوبية هي نتيجة ضعيفة جدا. باش بغيت تجاوب الناس؟ انا كنظن بان هاد النتيجه هي اللي كنت انا اصلا كنت وقعها على حسب الترتيب ديالنا، لا اقتصاديا ولا رياضيا بالنسبه لجنوب افريقيا ومصر. يعني كنظن ان المرتبه الثالثه هي المرتبه اللي المغرب يعني يستحق بالنسبه للمرتبه ديالو في الرياضه. علما ان باقي لنا 2 ميداليات ذهبيه فقط ونفوتوا جنوب افريقيا. لا يعني مازال امل ان المغرب يزيد مازال قدام ويوصل، زعما يوصل ثاني ان شاء الله في هذا. لا غير بزاف الناس يقارنوا العاب رياضيه شامله لكره القدم، مع كل اسف فرق كبير. كاين فرق كبير فرق كبير فرق كبير وسامح، حيت العاب القوى كتبين على الألعاب الرياضية بصفة عامة. يعني الألعاب الأولمبية كتبين أن القوة ديال القوة والسلطة ديال البلد. يعني إلا خديتي قوة اقتصادية، قوة اقتصادية يعني باش تشوف الترتيب ديال الألعاب الأولمبية كل 4 سنوات تجبر جي 7، يعني سبع بلدان الاكثر تصنعا في العالم هما اللي محتلين. واذا جيتي واذا جيتي قلبتي على الصعيد الافريقي راه غتلقى هذاك الترتيب هو النيت. ممكن تلقى اختلاف صغير ما بين بلاصه ولا جوج، ولكن هذاك هو بلاصتنا. ما حنا في الموقع ديالنا. الناس اللي كيقولوا بان هذا فشل راه خصهم يعرفوا بان المغرب راه العدد الميداليات اللي تبحوا في هاد غد لي جو افريكا اكثر من التاريخ كله. كاينه هذه اسامه، ولكن الناس خصهم يعرفوا لا غير الالعاب الافريقيه معناها الالعاب الاولمبيه الافريقيه. لان يعني المجلس الاولمبي العالمي هو اللي تيسهر على الالعاب الافريقيه. اللي يمكننا نقوله انا بالنسبه ليا هو تنتقد شويه التلفازه الرسميه المغربيه اللي ما جاش كل شيء، لان تنظن كان خص الالعاب الافريقيه تكون 24 ساعه على 24 في التلفازه. انا ما فهمتش علاش ما تعطاتش لها القيمه، خصوصا ان هذه الالعاب هذه اول مره كتنظم في المغرب، وكاينه واحد القناه اللي سميتها الرياضيه اللي عندها الحق انها تبت جميع جميع الأنشطة جميع الألعاب وتدير برامج خاصة لهاد المبادرة هذه، ولكن ما قاموش بالعمل ديالهم ولا ما عرفت علاش. واش بالنسبة رغم أن رئيس الكنوم يعني رئيس التنظيمي هو رئيس ديال التلفازة، يعني كان يقدروا يديروا واحد العمل مشترك كبير. شيء غريب كيف ما كان الحال. يجينا ندوي على كرة القدم بوحدها فالنتائج كانت مخيبة للأمل. يمكننا ندوي على كرة اليد اللي مازالين كرة السلة، بعض الرياضات اللي احنا فيهم نتائج ما بيهمش، ولكن بصفة عامة تنهنيو الكاراتي. السباحة كنا تنتمنى على الله الميداليات أكثر ما جاوش. يعني ألعاب قوى عاد بداو هاد الاثنين البارح. كيبقى أسامة نفس المشكل بالنسبة للرياضة المغربية، وهو تكوين
الرجال والنساء اللي كيمثلوا المغرب في المنافسات، لا من ناحيه السباحه، لا من ناحيه الالعاب القوى، لا من ناحيه ديال كره القدم، ولا من اي ناحيه. يعني التكوين ولا فورماسيون هي لا كلي ديال بدر النهيواد. اسمح لي بزاف النهيواد وندوزو للمنتخب المحلي، واش عندنا حظوظ باش نتاهلوا مع الجزائر؟ سنعود. المنتخب المحلي عنده مباراة إقصائية واحدة يوم 20 في الشهر المقبل سبتمبر بالجزائر، ثم العودة يوم 18 في شهر أكتوبر في المغرب. حسين عموتة قبل يأخذ هذا المنتخب، يعني معناه أنه إذا تأهل يمشي للشان ديال 2020، ما تأهلش ما يبقى له ما يدير. هذا يعني أولا، واش بالك بأن عموتة ما جازفش؟ ثانيا، واش عندنا حظوظ مع المنتخب المحلي الجزائري؟ يعني من ان المنتخب الكبير الجزائري هو اللي فاز بلاكان، ولكن الفائز بالشان هو المغرب لحد الان، هو لو ديتونتور دو ديال التروفي. حنا انا كنظن ان غتكون مباراه زعما انتريسونت بالنسبه للجمهور، يعني اللي غيتفرج في هذه المقابله، لان يعني غيكون مستوى عالي، لا من ناحيه ديال الشان ديال اللعابه ديال الفريق الوطني زعما ديال المحلي، ولا من ناحيه ديال الفريق الجزائري. الحدود ديالنا هو ان هذاك هو الحدود ديالنا هو ان ذاك الفريق، العدد من اللاعبين اللي كانوا كيلعبوا في المغرب فاش فازوا بالكاس، راه العدد منهم راه ما بقاوش في ماشي بزاف، ولكن رجع الكعبي كما كان الحال. إلا جينا ندير واحد الدراسة ديال المنتخب اللي فاز بالشرف، كان زنيتي هو الحارس، باقي كاين زنيتي، كان الظهير الأيمن هو الناهري، باقي كاين الناهري، كان الظهير الأيسر هو اللاعب ديال الرجاء اللي مبقاش يلعب، نسيت سميتو، لاعب وجد الرجاء مع كل حساب جبيرة هو اللي مبقاش يلعب، هذا هو الإشكال اللي كاين. وسط الدفاع كان ياميق وبانون وأكرد، بكلا جوج مشاو لاوروبا اللي هما اكرد وياميق بانون بقى كاين، ولكن شكون يتزاد معاه؟ تنظن داري جوبونس داري ولا وصل لواحد المستوى اللي كنظن داري عنده بلاصه ديالو. وسط الميدان كان صلاح الدين السعيدي وكان الكرتي مازال كاينين، يكون كان رغم انه كان مصاب في اغلب المباريات الحافظي، باقي يقدر يكون الحافظي. كان ديك الساعات في الهجوم اشرف الشرقي مشى، وناجم مشى، حدراف مشى، دونك رجع الكعبي، حداد يقدر يكون دابا حداد، وكاين لاعبين اخرين في الفرق اخرى اللي بينات على الكعب ديالها. يعني الفرق ما كاينش بزاف بين الفريق الشان اللي فاز بالشان في المغرب وهذا الفريق اللي يلعب ضد الجزائر. غير اللي كاين هو ان بزاف الناس يتفادوا النقاش اللي هو واقعي، إذا كان الناس يطالبوا بأحقية اللاعب المحلي لاعب البطولة الوطنية باش يلعب في المنتخب ألف، فاللاعب المحلي خصو يكون هو أحسن لاعب في شان بيان سور، دونك خصو يدوز مع الجزائر بدون نقاش، خصوصا أن المنتخب الجزائري اللي فاز بالكان ما فيهش حتى ثلاثة اللاعبين ديال البطولة، واللي لعبوا إما مباراة واحدة في الوقت اللي بالماضي غير الفريق كله في المباراة الثالثة. هما البطولة ديالهم يعني البطولة الجزائرية كنظن ان المستوى ديالها ما وصلش للمستوى ديال البطوله المغربيه من حيث الفرق، لا بروف ان كل عام فرقه مغربيه تلعب الفينال وتلعب مع الفينال وكتربح. يعني حنا في واحد لا طونونس لي لا فاز لي بوزيتيف بالنسبه لينا، حنا خصنا نستغلوا الفرصه اننا نزيدوا القدام مع هذا الفريق ديال الشان. وحموته خدا واحد الكره سخونه، يعني تعرف ولكن واخا هو انا كنظن عنده الشخصيه باش يفوت هذا التحدي. انا كنت كنثق كاين اشكال واحد باقي، هو المباراه ديال الذهاب ديال الجزائر غتكون فوق واحد مع مباراه الوداد ضد المريخ السوداني ديال الاياب ديال كاس العرب. لحد الان الاتحاد الجزائري لكره القدم ما باغيش يبدل التاريخ، نطلبوا على الله باش ولا دير نتيجه مزيانه في السودان، باش ما تكونش عندها حاجه كاع باللاعبين ديالها في الدور، باش تقدر تعطي اكثر عدد ممكن من اللاعبين للمنتخب المحلي. تنظن باقي الوقت الكافي باش هذا المشكل يتحل وندوزو الموضوع الثالث اللي هو موضوع توقيع سفيان كركاش في كشوفات النضاء البركانيه. سنعود.
عدنا بكم سيداتي وسادتي، واللي بغيت نقول لكم هو ان نقولكم اتصلوا بنا من بعد ما نهيوا ست الفقرات كلها، اتصلوا بنا بحال البارح باش نخليو النقاش كاين. و سفيان كركاش لمده شهر او شهر ونصف هو تناقش الوداد وكان باغي يجي يلعب في الدار البيضاء. الرجل لم تعطي اهتمام كبير لسفيان كركاش، لان عنده فات البوز ديالو لاعبين جداد، عنده الورديد في السن ديالو، عنده عوده العرجون، عندها بزاف ديال اللاعبين في وسط الميدان، يعني ما كانش عندها رغبه باش دير باش تحط الفلوس كلهم. لان سفيان كركاش باش تاخذو خصك بعدا تخلص وجد واحد 350 مليون وعاد تناقش معاه هو. الوداد هي اللي كانت داخله للسوق. مع كل اسف هاد الانتداب ما كانش في الوداد. بالنسبه للوداد قلنا بشرى للبركانيين، مع كل يعني البركانيين، مع كل اسف الودادية يعني الكركاش هو اللي كاين، هو ان كركاش وقع في بركان اليوم باجر سنوي اقل من الاجر اللي كانت قضى في الوداد بسبب خلاف بسيط على واحد البند اللي نناقشوه هذا الان. البند هو ان قال لك كركاش الى لعب نورمال عادي يكون عنده واحد لاكلوز ليبراتوار عالية، يلعب قل 300 مباريات فلاكلوز ليبراتوار خاصها تنزل، خاصها تنزل باش يمكن له يتفك من الوداد. وكان عطاو المثال الاصبحي اللي الان منذ 3 سنوات وهو يعني انا داك الولد زعما الصراحه كان عندي واحد طموح وواحد الثقه في الامكانيات ديالو كبيره، وللاسف انه دابا الاصبحي وي سي دوماج زعما صراحه سي فريمون دوماج. انا نقول لي رولونسي سا كارير هو راه كلوب محدو ليكيب موفق محدو بيان سور، راه ما حتى حاجه ما ولكن ما خرجش ولكن خصو ما يبقاش في الوداد باش يقدر يلعب. لا يعني الطلب ديال لاجونت كركاش ديال العبد كركاش اللي بين السنين منطقي، زعما منطقي حيت لعاب صغير هذا المشكل عنده 19 وقع لي مع بزاف المشكل في هذا الموضوع مع الوداديين اللي ما فهموش. مع كل اسف شنو كنت باغي نقول، انا لا ادافع ولا احد ولا علاقه لي بهذا الموضوع. انا اللي كان عندي عندي اخبار رسميه وكان عندي اخبار من قلب المفاوضات، داك الشيء اللي كنت نشوف كركاش رسمي في الوداد نقول راه مازال ماشي ولوخ عطيني عطاني الحق مره اخرى باش نعطي الخبر الحقيقي واليقين. يمكننا ما نتفهموش الاب كركاش، ولكن انا كاب اللي ولدي تلعب كره دابا عنده 17 عام كنت ندير نفس الشيء. ما عرفتش انت دير نفس الشيء؟ انا بيان سور ندير نفس الشيء حيت المهم هو ويلعب لا كارير ديالو يلعب ويلعب المهم هو لا كارير. اما الا كان غيمشي للوداد باش يبقى يتسنى حتى يلقى شي بلاصه باش يتبليصا السعيدي ولا يتبليصا شي جوار واحد اخر ولا هذا ولا نقاش عاد باش يلعب هو. يعني الوداد محدو مازال عندهم هاد لي جوغ تيتولير متايقين فيهم متايقين فيهم. يعني انا غنجي انجلس في بونطوش هو راه كركاش خصو يلعب باش يبقى الماكسيموم المستوى ديالو. 30% من المباريات اللي السقف اللي دار ماشي كبير. لا الا ما قديش تلعب 30% من المباريات صافي راه ما باغينيش نلعب هادو ما بقى ما قنعتكش. لا صافي ما دونك خليني نمشي بحالي خليني نمشي بحالي. وما تظنش بان سعيد الناصر رئيس الوداد تيأدي ونشوف هذا الموضوع في الجزء الرابع حتى هو تأدي التعنت ديالو في يعني في اطلاق صراح بعض اللاعبين اللي جاوا من بعض العروض. ولكن منين باع هو لاعب بجوج مليار وبعد 5 مليار وبعد مليار ونص، ولا اي لاعب تيجي يطالبوا به تيطلب هذا نفس الثمن ولا صعوبه تخرج من الوداد ولا قفص من ذهب. يعني نالي الوداد ولا قفص من ذهب. يعني انك تدخل اي لاعب مغربي ديال البطوله كيتمنى انه يلعب في لاعب فريق كبير، اما الوداد اما الرجاء. ولكن باش تدخل الوداد وتلقى راسك انك تموت فيها وما تقدرش تخرج منها، ولا ميم خرجتي تلقى صعوبات باش تعاود تو تو رولونس وتو تروف نوتر سوف في لا كارير ديالك، راه تولي كيخافوا اللعابه. يعني انا الكركاش كنفهم ان لا الوالد ديالو لا هو لا هو شخصيا كلاعب انه كيقول انا مشيت تما نقدر نموت في ديك الفرقه، اما لو كان مازال صغير وخصني نلعب. كما كان الحال هنيئا لنهضر بركان والرئيس الجديد سي حكيم بن عبد الله هذه الصفقه ديال سفيان كركاش، ان ما نبقاش نبقاو نعاودوا الخرايف. كركاش لاعب واعد اختير احسن لاعب واعد في البطوله الوطنيه من طرف جميع يعني جميع اللاعبين وجميع المدربين، لاعب في المنتخب الاولمبي، لاعب واعد لا يناقش. هنيئا لنهضر بركان به. نهضر بركان تلعب كاس الاتحاد الافريقي وتلعب على الواجهه ديال كاس العرش وزيات البطوله، ثلاث واجهات. تنظن كركاش تنطلبوا على الله باش ان الى يتالق كركاش مع بركان فهذا ربح للمنتخب الوطني في المستقبل والمنتخب الوطني المحلي حاليا الاولمبي حاليا. ندوز الموضوع اخر توا شائك، هو موضوع عدم ادراج اسم اسماعيل الحداد نجم الوداد في اللائحه اللي تسافر
غدا إلى السودان، سنعود. بعد ما تكلمنا على الألعاب الإفريقية للرياضات وترتيب المغرب ثم المنتخب المحلي وحظوظ المنتخب الجزائري ثم توقيع سفيان كركاش في كشوفات النهضة البركانية، نتحدثوا على إسماعيل الحداد. بزاف ديال الوداديين ما فهموش على إسماعيل الحداد، ما كاينش في الحياة. لا يعني انا نعطيك شويه واحد النبذه تاريخيه صغيره بسيطه على شنو وقع هاد الاسابيع الاخيره. اسماعيل الحداد كان في يعني في مفاوضات جاده مع فريق الفيصلي السعودي، خصوصا بعد خرج ناجم حتى هو بغى يخرج باش يحسن الظروف ديالو هو الماديه، وهادشي اللي الجمهور بعض المرات ما تيتفهموش، يقول لك شحال جابت لنا هاد الفرقه، ولكن خصنا نفكروا حتى في اللاعب. هاد اللاعب شحال ما خدا في الوداد ياخذ شحال 2 مليون درهم، 2 مليون ونص، 3 مليون، شحال يشد ما عمرهم يعطيو هذاك. قيل لي هذا ماشي خبر 100%، ولكن قيل لي بان الفريق الفيصلي السعودي وصل مع اسماعيل حدا حتى المليون ديال الدولار سنويا. ما المفاوضات بين الوداد والفيصلي السعودي لم تفلح، واحد الساعه ما تقيتش اسماعيل حدا في اللائحه الافريقيه، والان ما كاينش في اللائحه اللي استدعى المدرب الودادي للسودان. واش تظن بان يمكننا نضبطوا الامور ديال هاد اللاعبين بهذه الطريقه؟ لا، شكون اللي ضايع دابا؟ كلشي ضايع، كلشي ضايع. لا من الناحيه ديال الوداد اللي ما غاديش يتبع اللاعب، لا من الناحيه ديال اللاعب اللي ما غاديش يقدر يستمر في المرحله الاحترافيه ديالو، لا ماديا لا كرويا لا حتى الكرويا. تناقش ان فيصلي السعودي ماشي احسن من الوداد، ولكن ماديا مابقاتش. لا حتى بالنسبه ليه هو باش يلعب في واحد الاحتراف حتى كيجي حتى من ناحيه انك تبدل البلاد، تبدل المناخ، انك تحاول انك دير داك الانجاز اللي درتي في المغرب في بلاد اخرى. واش تظن السعوديه كان اسمها احتراف كبير بالنسبه للاعب المغربي؟ شو غتشد مليون دولار؟ راه احتراف كما كان الحال، راه احتراف. حيت بالنسبه لي انا راه الا كانوا غيعطيو هذيك المبلغ راه ما كيتسناو منه واحد المنتوج في التيران، يعني ما غاديش يعطيوها ليه فابور. وانا للاسف ان ما فهموش واحد الحاجه، ان واحد اللي كيخدم بغير خاطرو اي كما كانت الخدمه ما غامور غيعطيك داكشي اللي انت كتنتظر منه، ما غامور غادي يلعب بنيته الكامله، وغيبقى ديما العقل ديالو متعلق بشي حاجه اللي ماشي هي لوبجيكتيف ديال لو كلوب. يعني ما تقدرش. واش تفهمت الجمهور الوداد اللي تيدير بالعاطفه واللي تيقول لك لا خص اسماعيل الحداد يكون في الوداد لان خلصوا الالقاب وخلصوا؟ اذا ما تبقاش حتى مليون دولار اسماعيل الحداد، واخا يكون عنده باش تخدم مليون دولار غتفسد الكلوب كله. لا ولكن لو فوت راه سيتا في الاخر كيبقى ان بيزنس، راه هاد الناس هادو راه كيعيشوا من داك الشيء، ماشي انت غتحرم عليه شي حاجه اللي هو تقدر تجي في الرزق ديالو على اساس انت بغيتي تفرقك تبقى ديما. ولكن دابا الى ضاعت هاد المفاوضات مع الفيصل السعودي، يعني شنو هو المصلحه ديال اسماعيل الحداد في التمرد في عدم الذهاب الى السودان؟ هذا هو المشكل. وهو كيحاول انه يضغط على الفريق باش يخليوه يمشي باش يتباع، حيت كيشوف بان الفريق كيطلب واحد المبلغ اللي فايت المنطق، يعني بالنسبه للفالور ديالو. يعني السي ناصيري راه ما غيقدرش يبيع كاع الفرقه اللي كتوصل للفينال ديال تشامبيونز ليغ بالاثمنه اللي باع لعابه اخرين في الماضي. خصو كل 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 كا راي لي سبيسيال، وخصو ياخذ المنطق ديالو. حيت سي فري اسماعيل الحداد كنت تباع في وقت لاشان، كون راه حتى هو وصل المبلغ عالي جدا. بتاتخ راح تجاو عروض من مور لاشان وترفضت من طرف الوداد. يعني الوداد بحال قلتي كيشوفوا انهم بحال طمعوا في شي حاجه اللي ما كايناش. هو غير تري زونيت. باقي لنا جوج ديال الفقرات، فقره الرجاء والهدهدي ثم فقره نيمار وبرشلون. سنعود. الكل يطالب بالهدهدي لسبب بسيط، ان الكل غير مقتنع بكوليبالي. الهدهدي تيقول لك الهدهدي باغي يجي للرجاء وعطى الموافقه يجي للرجاء، شيء عادي. ابن الرجاء بان له بان وصل لواحد المستوى باش يلعب في الرجاء، يلعب مع نفس اللاعب اللي لعب مع في السبور اللي هو بدر بانون. ولكن اشكاليه بسيطه ماديه اللي الجمهور ما تديهاش فيها، وان الهدهدي دابا قلتي جديده دابا بيعوا لي يطلبوا على الاقل 3 مليون درهم. واش منطقي في الحاله الراهنه بالرجاء باش تعطي 3 مليون درهم دابا الجديده وتجيبها بالهدهدي، ولا تساين جونفيو تتسني مع ان بري كونترا باش يجي السنه المقبله؟ فوالا لوجيكال فودغي باش هما يتسناو يعطيو الفرصه للكوليبالي باش يقدر يتاقلم مع المناخ ديال الرجاء واللعب مع بانون، وان الهدهدي يجيبوه ان شاء الله الموسم الجاي. علاش؟ باش هو حتى هو ديك لا كونكورونس ما تكونش مالسين،
حيت هو الا جبتي لعاب باش يلعب هو تيتولير وتجيب موراه في نفس الميركاتو تجيب ان اوتر جوور اللي غيعاود يدخل ليه في لا كونكورونس غادي دير واحد المناخ ديال الفريق غادي يقدر يخسر. يعني اليوم باينين بان بان باتريس كابتورون كيعتمد على بانون وكيعتمد على كوليبالي، اما الهدهودي الا جا هو براسه راه ما يقدر دونك سي با اون بريوريتي باش نحصلوا على 3 مليون درهم. 3 مليون درهم دابا سا فو با لو كوي. الجمهور عنده راي اخر، الجمهور تيهمو غير النتيجه وتيهمو الماكسيموم دو جوغ. الجمهور ما كرهش يجيبوا لي احسن لعابه باش يلعب في الفرقه ديالو، ولكن خص المسيرين اللي عندهم لا رياليتي ما بين يديهم كيشوفوا اللي غتسلكم ماديا واللي غتسلكم حتى كرويا وبالنسبه للفريق يعني الجو ديال الفريق. انت حنا بجوج متفقين مع مكسيم موسيد الرجاء، نطلب على الله باش بعض الجماهير ديال الرجاء تعيط لنا من بعد نهيو هذا الفقره السادسه اللي تجي من بعد باش نتناقشوا في الموضوع. يمكن اللي كل رايه هو حنا نحترموا جميع الاراء واخا تكون ما متفقاش معنا، ان نوقفوا يعني ثواني بسيطه ونرجعوا لاخر موضوع اللي هو موضوع اللي عرف مسرحيه ولا مسلسل منذ مسلسل الصيف، هو موضوع نيمار والعوده الى برشلونه. نيمار منذ بدايه الصيف ومنذ نهايه الكوبا امريكا وهو قبل كاع شاف نصف النهائي شاف السيد ندم ندم وقال لك ندم وبغى يرجع بحالته. انا كندخل حنا في الخروج وندمت يجي لي 200 مليون اورو. واش كاين شي فرقه اللي تعطيك 300 مليون باريس سان جيرمان؟ عاد تفاهم معاك هو ما صحابوش باريس سان جيرمان غادي يديروا مع هذا الاسلوب، ولكن هو ما كيعرفش فاش شاف كيفاش تصرفوا مع بن عرفة ومع رابيو ولا كيخاف على راسه في هذه الفرقه هذه، حيت هو الشيخ مصل معاه انه هددو قال لي نقدر انا نخليك ما تلعبش حتى يسالي العقد ديالك. بالنسبه لك لاعب تيمشي باش يتحرر من ميسي اها، لان قيل له ان ما حدك لاعب قيل له ان ما حدك لاعب تحت ميسي ما عمرك ما دير لها كره ذهبيه لا والو، مشى باش يحكم في الفرقه اللي عندها الامكانيات باش تمشي بعيد. من بعد عامين هو اللي تصاب بجوج مرات، ماشي باريس سان جيرمان هو اللي كان شي واحد اللي تكرفص في العمليه، وباريس سان جيرمان اللي جوج مرات من وصلوا لماتش ديسيزيف في الشامبيونز ليغ تيخبر تجيري وتقول باغي نرجع لميسي، لان فهمت بان او كونتخير مع ميسي كان النيفو ديالي كبير بحال اللي قال واحد صاحبو البارح في تي في جلوبو البرازيليان قال له غندم ميسي روندو كونت كو او كونتخير ميسي تطلع له النيفو ديالو وان ميسي ما بقالوش بزاف وان يولي الخليفه الطبيعي ديال ميسي في برشلونه. يعني واش القضيه تفهمتيها ولا لا؟ كنظن ان اليوم داك الطموح باش يولي احسن لاعب زعما في العالم وداك الشيء فهم بان ما حد ميسي مازال كيلعب كره راه صعيب عليه باش يفوتو، الى فهمت شنو هي الصعوبه انك تكون انت القدوه ديال الفريق، راه ديك المسؤوليه واخا هكاك راه نيمار واخا كيبغي يبان بانه القدوه ديال الفريق، ولكن واخا لا في البارسا لا في باريس سان جيرمان ما قدرش يستحمل داك لو في البارسا بعض المرات قد في سختان ماتش لا في ماتش ما كان ميسي ما كاينش كرويا ولكن لازم امو كرويا كرويا ماشي يجبد الماتش ديال رومونتادا دائما لان هو الماتش اللي خدا هذاك الماتش لازم امو مع ميسي هو اللي جعلو انه مشى. يعني المشكل اللي وقع هو ان الناس في البارسا الصراحه ما عطاوهش القيمه كما عطاوها لميسي الوغ هو اللي دار كلشي كونتر باريس سان جيرمان. الناس عاقلين على الماتش اللي دار هو اللي دار الماتش ولكن القيمه ميسي مي هو هو بجاه ليغو ان كيفاش انا دات مورا هادشي كله مازال الناس دابا اليوم وضح نيمار اول مره بان باغي يرجع للبارسا ولا شي امر غير غادي يرجع كان واضح اليوم في الاجتماع اللي كان في باريس غادي يرجع دابا الاخبار اللي جاتنا هي ان باريس سان جيرمان بارسا اقترحت ديمبيلي 130 مليون اورو قبلت باريس سان جيرمان من بعد بان ما كاينش هادشي. من بعد واحد الصديق قريب بزاف ايريك ابيدا قال لك بان لافير كلوز و دي فيت يعني ما سي في سوف قو كيلكو بتي ديتاي اللي في السوايع الجايه حتى تزينو. والبارح شفت تبعت بعض لي زيميسيون فرونسي ديالو قال بان الشيخ من امير قطر دير فيتو انديسكوتابل على البيع ديال نيمار. اليوم في الاجتماع ببان حلو من الباب كان ناصر صاحب ناصر خليفي وجميع الناس اللي كانوا حاضرين للبارسا خرجوا متفاعلين لان الباب تحلت اول مره بطريقه واضحه من طرف باريس سان جيرمان. باش تظن انت تكون هذه القضيه؟ انا كنظن ان باريس سان جيرمان غادي تخلي نيمار يمشي بالفلوس ولا باللعيبيه وفلوس؟ هما باريس سان جيرمان يبغيو ياخذوا اللعيبيه ولكن ماشي اي واحد ما غاديش يقبلوا لا سيميدو ما بغاوش سيميدو بغاو ما بغاش باركسا سيميدو
سميدو اه سميدو ما سميدو ما بغاش هنا مع هما لو جوغ اللي باغين هما كانوا يقدروا يميزيو على ديمبلي هما ديمبلي صافي لي زانتيريسي علاش يبغيو يلعبوا هو ومبابي هو ومبابي اللي مصاحبين بزاف وهو اصلا عنده مشاكل مع الاداره ديال البارسا ومع مع المناخ حساب كل صراحه تفضل 130 زائد ديمبلي ولا 170 وبقى 40 ديمبلي اللي جاب 110 ماشي منطقيه no. انا جاو لي هاد لي شيف كلهم هاد لي شيف نو با سونس لا نو با سونس حتى لا فالور باش غيتباع نيمار كما كان الحال بارابور لا رياليتي ديالو راه ما با سونس حيت السيد طاح ليه النيفو بزاف زعما بالنسبه لي انا راه البارسا خداو لي لا انا باغي يرجع ماشي ما باغي حتى ما يكون غالي واخا الثمن يكون غالي واخا هادي ديك خاطر ميسي بالي انا بالنسبه ليا دابا دو توت فاسون لا بريوريتي هو خاطر ميسي هو خاطر ميسي باغي يبدا ميسي باغي يجي قال لهم جيبوا لي نيمار باش نزيدوا القدام في ليغ في تشامبيونز ليغ ولكن الا ما مشاش ديمبيلي وبقى نيمار مع غريزمان مع لي جون اللي بانوا هاد السيمانه كيف يلعب لا لي جون ما غيلعبوا كاين خمسه دي جوج لي جون الله يعاونهم كاين خمسه جوج توب نيفو في الاتاك غادي يلعبوا تبدل الخطه غادي يلعبوا بجوج لاعبين امام الدفاع يعني في وسط الميدان لي انا كنظن غادي يكونوا دو جونغ و سيرجي روبرتو ولا اسكو سافا ايتغ سيرجي بوسكيتس زولتي كاع تاع بالفيلم انا بالنسبه لي سيرجي بوسكيتس باش يلعب ادو في الميليو تيغان صعيبه عليه شي شويه زعما ما اون لا في ميم فهاد لي ديرني ماتش انت تبان لك بان البارسا تقدر تلعب باربعه تلعب باربعه يعني ميسي ديريير لي 3 ميسي ديريير لي 3 ولا غريزمان باك لي زيليا اللي كيرجعوا بزاف اللور فهمتي انا هادشي اللي كيبان ليا فهمتي كما كان الحال ما يمكننا حنا نسينو بعض المرات تنتعطيو خبر اللي تيبان شي منطقي والناس يقولوا لنا منين جاك الخبر ولكن ما كنظنش انه يمشي لمدريد بعد لا انا مدريد ما كنظنش ولا لا حتى جوفنتوس ما كنظنش اما برشلونة اما غيبقى اما يبقى في باريس ولا بقى غادي تكون كارثه باريس سان جيرمان بعد ما نهيو هاد الفقره ونهيو الحلقه نعطيو واحد دقيقه باش الناس باش قبل شويه باش تشوفوا لي زابيل تليفونيك فيمكن لكم الان تعيطوا في التليفون 0663 85 0070 الو وي خايسين خليك معايا في التليفون باش نبدا بك تجي شوف انا بدا بها دي قبل تجي عدنا بكم الى المكالمات الهاتفيه وعندنا ديجا مكالمه من فرنسا الو وي تفضل مرحبا بك واش تظن انت يدير هادشي في برشلونة؟ حيت نيمار في باريس هو الباترون برشلونة يبو جامي تخو الباترون إلا كومبخي جو بونس سا سيل ديسيد دو روفونيغ سي إلا كومبخي كي نو بو با إتغ باترون في برشلونة دابا نروحو دابا البارسا رداتو بهاد الثمانيات اللي شتي ونقولو نروحو في لافير هو دابا لا واش شحال قال 170 و120 ديال الكوتينيو ديال ديمبيلي لا 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 170 بلا ديمبيلي لا 170 بلا ديمبيلي 130 بلس ديمبيلي 130 بلا ديمبيلي
تنظن واخا بارطاجيتها انا كنظن غدير خرجها ان سيت كي ني با سيري. انا بالنسبه لي غدير غير فلوس. ايوا هي 250 ايوا المهم مي بون ديجا ضيعوا فيها عامين. وي مشى ماشي هما اللي ضيعوا فيها عامين. هما شوف هما راه ما عمرهم بغاو يمشيو. هذيك الساعه ديال الكلوز كانوا صغار. هذيك الساعه هذيك الساعه فاش دابا يديروا كلوز ديال 1 مليار دولار. دابا فاش فاش كان دار الكونطرا ما كانتش كتبان لهم شي واحد كان يزعم على زعما 220 دولار. دوبي لو مارشي دوفني فو. لا دابا ولكن هما سنيو له في 2013 افون لو ماشي في قطر افون لو ترانسفير لو بلو شير سي 120 150. D'ailleurs, Bale à Madrid, c'était à 120, c'était énorme. C'était énorme, ça paraissait. Aujourd'hui, on l'a 120 à dire. On l'a 120 portugais de 19 ans, 120 millions d'euros à Atlético Madrid. 127. Ouais. Alors, 127. Là, on ne peut pas trop le reprocher, honnêtement. Ce n'est pas pour défendre quelqu'un. Zamadaba, il aide l'argent. Ou d'abord, une clause inférieure ou de la somme astronomique, je veux bien. Mais dès que ça arrive. D'ailleurs, Messi était à 250. ميم ميسي تا 250 راه ميسي ما هو اللي ما زعمش اما سيتي وتشيلسي كلشي كان باغي يحطها. تشيلسي كانت واحد الوقت صراحه حطات لا كلوز ديال ميسي وميسي رفض. ميسي رفض فوالا. شكرا خويا. شكرا شكرا شكرا. الو الو وي خويا تفضل. مرحبا. عندي واحد الكيستيون ابروبو دو نيمار. اها وي بغيت نعرف مع نيمار فاش اسمح لي ما فهمتش السؤال بريفير بلي فينانسيير با جو بونس كو كو سي زون في اون ريونيون البارح كي ا دوري 6 اور سي بور فيسلي لور دو سون فينانسيير. اه مي بيان سور سي سا لا يفو شو دان بوين دو في شو دابا دابا لو بارتوميو il doit ramener Neymar à Messi sinon راه غيكعى عليه وديك الساعه غيوليو مشاكل اخرى في النادي اللي اللي زعما لي كونسيكونس فو اتر غراف لكلشي ماشي غير البارتوميو. لا البروبليم تكون في لاماس سالاريال ماشي في هاد لي لي حساب على حساب ديجا اي فول با لو ما باغيش يخلصوه في عام. Ça veut dire que je vais mettre le budget de la Là. Je vais juste sur deux ans. Là. Ouais. Ah ben c'est ça le PSG, elle veut plus le voir. Les gens, ils veulent plus le voir là-bas. Ça fait un truc de gros. باغين هما ما يخرجوش بيردون في لا ترانزاكسيون في لافير. شكرا خويا. شكرا شكرا شكرا. ميرسي بسلامة. الو وي مرحبا سيدي تفضل خويا. الله يبارك فيك اخويا. لحد الان جابوا دوز اتاكون مزيانين ولكن بريتي مع كل اسف خصوصا الكعبي اللي يكون بريتي نص عام دونك يمشي في الوقت اللي يبداو فيه الماتشات المهمين. لحد الان مازال الوداد ما حركات الخزينه ديالها باش تجيب لاعبين في الفلوس. نظن هذه سياسه جديده ديال سعيد الناصري خصنا نسينو. المشكل واضح هو داك الكلوز اللي الا ما لعبش 30% من المباريات تهبط تولي صغيره باش يقدر يتفك ما قبلهاش الناصري. شكرا اخويا بارك الله. شكرا شكرا. مناقشه كاينه بزاف على 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 نيمار. تسمح لي انا نجيب لك السيده ديالي. تفضل. هذه القضيه ديال نيمار فيها النقاش زعما هو حنا في الاول فكرت واش ندير كفقره نيمار ويا دو كوا يا دو كوا يا دو كوا كاين الجمهور ديال نيمار دونك بعض المرات. الو وي سي مرحبا وي خويا تفضل. الو لا معك للاسف سي بيزار ريزو مخير ريزو دو واتساب اللي ما مزيانش بزاف. الو وي تفضل اخويا. مرحبا سيدي الله يبارك فيك. السلام عليكم. مرحبا اخويا. الو مرحبا سيدي تفضل تفضل. الريزلت اللي
نشوفوا لي بوا هو بان دوك الالعاب الفرد كيكون عندنا في المغرب شنو هو التيكواندو والكاراتي عندنا دي ريزولتا دي بون ريزولتا علاش حيت كل حي كنلقاو واحد الفضاءات ديال الالعاب هادو كيتماسوا شو داكور سي فري صافي والبطل تيفون ميراسو بيدي ما تحتاج واحد المنظومه هي مهيكله اللي خصها تكونوا حيت الخدمه كتجي منه هو من المدرب ديالو هو دونك ايفيكتيفمون احنا ما عندناش مشكل سميتو في الماده الخام الماده الخام عندنا لا بيان سور ما عندناش متفق معك في التسيير والتكوين متفق معك التسيير والتكوين لا احنا نهضروا على الافريقيه حنا كنهضروا على الصعيد الافريقي المستوى العالمي المستوى العالمي راه في لي جوز اولمبيك كنا تنصوفو بعض المرات الطابلو ديالنا غير بالاتليتيزم لا خصنا الاتليتيزم هو هي الرياضه الوحيده اللي وصلت للعالميه في المغرب وين مثلا في البطوله العالميه كيقولوا عندنا دي ميدال البوكس البوكس بدا دو برونز لا دابا صافي لونطون ما درناش شي حاجه حتى في الاتليتيزم ولا شي حاجه ولكن في لي جوز اولمبيك لا يا دي بروبليم دو دوباج يا دي بروبليم غراف حنا في الاتليتيزم لا لا دابا الاتليتيزم ما دوش عليه دابا غير حتى الكاراتي عنده الحق لا كاراتي والتيكواندو هادشي كله في لي شامبيون دو موند الى دوني لا ريزون ديال لا لا تيقول لك في لي شامبيون دو موند تنديرو دي ميداي با في لي جوز اولمبيك بروميرمون كاين بزاف لي سبور لا بروميرمون كاين بزاف لي سبور اللي عندهم بلوزيغ شامبيونات دو موند ديفيرون بلوزيغ فيديراسيون اه ديفيرون دونك سا ديبون سا ديبون شمن لقب عالمي لوكال اين واحد الوغ كو لي جوز اولمبيك سي لي جوز اولمبيك سي لي ميور لي ميور تتلقى معاهم وكما كان الحال النتيجه ديال الثالثين لحد الان حنا بغينا نقولوا للناس بان الثالثين اللي ما عجبتهمش راه مزيانه بالنسبه للمستوى ديالنا سي با مال سي با مال سي با مال ولكن الجمهور كيبغي الالعاب الجماعيه الالعاب الجماعيه خصها تخطيط خصها هيكله خصها تسير صرا فيزيون للاسف الثقافه ديال المجتمع كنلعبوا عليها ما يمكنش ثقافه مجتمع تبنيها من اليوم وبالطوال ولكن الثقافه ديال المجتمع اللي كيعول فقط على الفرديات راه ما يقدرش يوصل بعيد للاسف حيت راه الا ما كناش حنا كمجتمع كنعيشوا وكان تعاونوا بيناتنا كفريق راه سي بور سا كو لو سبور كوليكتيف اي تري امبورطون في لا كولتور بوبولير تري امبورطون شكرا خويا شكرا جزيلا شكرا هاد المناقشه ديال اللي عطات الالعاب هاد دراسه فيلوزوفيك يا استاذ بيان سور دراسه فيلوزوفيك باسكو انا واحد لاقي من ستاجوني الو الو وي تفضل خويا ما تسمعوكش مزيان ما عندكش ريزو مزيان وي تفضل سيدي الله يبارك فيك مولاي مرحبا سيدي مرحبا إلياس حداد جمهور الرجاء منذ بداية الصيف هو تطالب بالانتدابات رغم أن الرجاء جابت لحد الآن 6 لاعبية جابت كوليبالي جابت نقومة جابت المتولي جابت العرجوني 4 جابت أحداد 5 وجابت مالونغو 6
رغم كل هذا مازال مطالبين بانتدابات، علما ان الفريق لا هي 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 من الامل يعني كاين كاين دراري طالعين من الان، كاين هابطي كاين غازو الدفاع. انا عجبني الصراحه غازو، كيبان لي احسن من احسن كاع من الهدوء كاع الا كان العطاو الفرصه. ايوا تعرف الجمهور، الجمهور باغي يلعب على جميع الواجهات وباغي يكون عنده الماكسيموم دو جوور. عادي عادي المطلب الجمهور عادي، غير المكتب خصو يكون عارف واش يدير. هو هاد الفكره ديال الهدهودي راه فكره مزيانه، حيت هو كان لعب مع بدر بن فاس كانوا في الشبان، راه غتعطي واحد ليدونتيتي درجه انك تلعب لعابه اللي تكونوا في الفريق. هذا بالنسبه ليا شيء ايجابي، غير هو المكتب خصو يكون كيف الاختيارات ديالو، وماشي ثلاثة مليون ديال الدرهم اللي غتعطى دابا الجديدة يقدروا يديروا بها حوايج اخرين ويقوموا بها يعني مناطق اخرى يعني في الفريق اللي تحتاج الكسر ديال الاستثمار. شكرا خويا، شكرا، تحياتي للجوجة ديالك. شكرا 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 اليوم نقاشات زوينه ديما الحمد لله. لا تبارك الله، دابا راه سي سا باس تري بيان. دابا تاد هذا ريبيرتورياج ديال لي سوجي مزيانين، كما كان الحال بعد واحد الساعه ولا ساعه ونصف نحطوا لكل فئه من الجمهور يعني الموضوع اللي تيهمها في اليوتيوب ونبارطاجيو في الفيسبوك. هذا طريقه جديده ديال التعامل مع اللايفات مع البرنامج مع اسامه. تنشكرك بزاف بدر. شكرا عمري. شكرا اسامه. وتنشكر المتتبعين الكرام. الى اللقاء. الى اللقاء، مع السلامه.